الحمد لله دليل اهتمامها يعني وجودكم كلكم موجودين اليوم عندنا. وأنا سعيد أن هذه المرة الثانية أشوفكم فيها. سعيد أن هتوزع يعني القسائم الصناعية للجادين في الصناعة. وخلي كل واحد يقول أنه ما فيه قسيمة، ما يعطوني قسيمة عندي صناعة. الحمد لله الآن جهزت كل القسائم اللي يمكن كما قال 15 سنة كل أحد ما وزعت قسائم هالكثر. فربنا إن شاء الله يساعدكم ويوفقكم ويبارك فيكم على الاهتمام هذا، لأن اهتمامكم هذا وفي صالح بلدكم.